Les amis, bonjour et bienvenue à votre chaîne AOB Consulting. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important au sein de l'entreprise et qui concerne l'entreprise et le personnel. Les voies, comment motiver le personnel? Quels sont les meilleurs moyens pour motiver et stimuler le personnel et le faire intéresser par l'entreprise qui l'emploie. Donc, le mot d'ordre, Inch'Allah, le jour, on a droit là, qui fait Sherika, qui l'y a, je suis en train de faire des choses, les employés, le mot d'affin, ou le mal, ou le khatama, donc le wahat qui va, ou le ojara, le wahat qui va, je vais dire, le personnel, les employés, المثل اللي كيبان ليا زوين نقدر نعطي لهم بحالو بحال واحد الشجره ولا واحد النبته ولا واحد الورده الا ما سقيتيهاش ما غاديش تكبر وما غاديش تعطي الثمار ديالها وما غاديش تعيش بون خلي بلونت الا كان عندهم اون تيوري دو في بيان ديتيرميني ولكن على المجموع خاصها ديما العنايه يا اما كتسقيها بالماء وكدير ليها لي زونغري ديال البودور ديال فيرتيفيون لي فيرتيليزون لي زونغري باش كت النمو ديالها كيكون سليم البيرسونيل لا ميم شوز البيرسونيل حتى هو خاصك دائما تسقيه وتحمسو وطلع ليه المورال وتخليه يبغي الخدمه باش هو يكون ناجح اون بروغريسيون اون ايفوليسيون او او ميم طون الشركه حتى هي كتكون بيرفورمانت ادون كرواسونس الى اخره اذا الهدف ديال لا موتيفاسيون ديال البيرسونيل انا كيبان ليا جوج حوايج اولا لا ساتيسفاكسيون la réalisation de la satisfaction du personnel qu'on satisfait مرتاح ناشط فرحان heureux يبغي الخدمه هذا الهدف الاول الهدف الثاني la performance de l'entreprise donc la satisfaction des employés et la performance de l'entreprise هادشي كامل هذا هو الهدف اللي كيدور عليه وسائل ديال motivation du personnel انا في هذا الموضوع في هذا الفيديو هذا غادي نكون شويه اوريجينال بمعنى انا ما شفتش شي فيديو زعما كيهضروا على لا موتيفاسيون ديال البيرسونيل في المغرب حسب العقليه ديال المغرب يعني الاكثريه ديال لي فيديو تبارك الله دوك المختصين والباحثين واللي ديكسبير في دومين دو ريسورس هيومان كيعطيو اكثر بزاف د الحوايج جايبينهم من لي سكون ابل دي زيكول او بيان دي كورون ديال جيستيون دو ريسورس هيومان و كاينين دي امريكان كاين دي جابوني كاين دي فرونسي الى اخره فكيهزوا هذاك الشيء وكيقول لك اودي فوالا كومون موتيفي الى اخره ولكن ما كيجيبوش شي حاجه لان هذاك الشيء داك خاص بعقليه امريكا غادي نجيبوا واحد كتاب كاتبو كندي داك كاتبو لي كنديان ولا اللي عندهم العقليه ديال كندا كتاب كاتبو ان فرونسي سي بور لا مونتاليتي فرونسي سي بور لي بي ان بيتي بو ديفلوبي المغرب ما عمرنا كاينين بعد المقالات وبعد الفيديوهات لكن قلال فانا دابا جبت هذا الفيديو هذا ان شاء الله نتمنى ان يستفيد منه الجميع ويبارطاجيو لانه مهم بزاف ني غادي نهضر على شي حوايج خاصين غير بالمغرب ما غنقول لكم لا قال طايلو ولا قال ماسلو ولا قال غريغور ولا قال ريبيري ولا قال والو دونك جو في با باري دو لا تيوري غادي نهضر داكشي اللي عشتو انا quand je gérais pas mal d'entreprises ou d'acheter des choses un an quand des entreprises qui quand je suis donc quand ils les consultations ou à des nadar b'tiriba kaderika ou le mola hadat d'yal mes amis qui ont des postes de responsabilité dans pas mal d'entreprises marocaines locales ou multinationales on a un nadar de bala on a l'acheté hadar qu'on nadar à le maghreb mais ma n'gouss fikoum d'acheter en vrac on nadar à le maghreb حتى الفيديوهات اللي سابقين اللي كنهضروا على
لي سي في وعلى لي زونتروتيان وعلى بزاف ديال الحوايج كنحاول نجبد كونتكست تي بو لو فو كونتكستواليزي لو سوجي نهضروا على الكونتكست ماروكان. اذا انا غنبغي نبدا بواحد القضيه بان ما كاينش ان موفي بيرسونيل وما كاينش ان بون بيرسونيل ما كاينش لي بون بيرسون وما كاينينش لي موفيز بيرسون بخلاف هذا راي خاص ديالي انا حيت يقدر يكون واحد كيبان لك انت موفيز باسكو ما حاطو في لا موفيز بلاص وداك الشيء علاش دائما عقلتو كنسمعوا داك المثل بالانكلي the right man in the right place يعني لوم كي الفو لا ويلفو بيان لا بون بيرسون دون لا بون بلاص. هذه غادي نهضروا عليها من بعد. بالنسبه لي لي موين دو موتيفاسيون كاينين بزاف كاين ما هو ماتيريال بيكونيير مونيتير وكاين ما هو ايماتيريال مورال سبيريتوييل الى اخره. انا غنحاول باش ما نطولش عليكم غنحاول نهضر على تقريبا شي 12 ديال لي موين بور موتيفي لو بيرسونيل او ماروك ما كنهضر على المغرب. غادي نبدا بوحده اللي مهم وكاينين جوج مهمين في هادو كاملين. كاينه وحده غنهضر عليها هي الاولى سي لو سالير وحده نخليها هي لا فان هي الاخرانيه سي لاميليوراسيون اي لو ديفلوبمون دي كومبيتونس بروفيسيونيل دي زومبلوي تطوير القدرات والمهارات المهنيه ديال الخدام. دونك غنخليها هي الاخرانيه وغنبدا بالسالير. بالسالير صادر اول وسيله باش كيولي بيرسونيل فيه 70000 فولت في الخدمه وهو السالير. ما تقولش ليا واحد كتعطيه السميك والخدمه بزاف. السميك دابا في المغرب لو طو اوغير كيدير 13 درهم و 46 الا ما خانتنيش الذاكره. دونك 13 درهم و 46 درهم بروت للساعه. الشهر فيه 191 ساعة غتجي تقريبا بروت 2570.86 درهم بروت غتحيد منها السناسس كوتيزاسيون ديال السناسس و كوتيزاسيون ديال لامو بجوجهم واحد 6.74% يعني 174 درهم 174 درهم غتحيدها 2570.86 حيد منها كوتيزاسيون سوسيال ديال باترون سالاريال ديال سان اس اس ولامو غتبقى لي 2394 ولا 96 المهم نديرو حنا 2400 شنو غدير لي 2400 هاي كري بها غادي نخلص بها مدرسة غادي المهم من المركوب حويجات ماكلة. المهم هذا موضوع ماشي موضوعنا حنا هذا موضوع السياسة ديال الحكومة كيقولوا راه غيوصلوا على 3000 وراه باقي لا ما كافياش. علاقه بالموضوع هو ان واحد لو سالير سي لو بروميير اليمون بور بوستي بور موتيفي بوستي فير انتريسي لو سميت على لي زومبوي لونتربريز ويخلي الخدام يتقات على الشركه جسدا ومعنويا وفكرا هو الصالير. راه اللي كيقول لكم الصالير سي با ان اليمون بور موتيفي لو بيرسونيل انا في النظر ديالي غلط خلال التجربه ديالي والمحل انا كنهضر على المغرب كنهضر على المغرب ما كنهضرش على شي دوله اخرى. حتى دوله اخرى واخا متقدمه راه خصو باش يخلص الكرا ولي تخات ولي كريدي حتى هو راه خصو كان بون صالير. واحد اللي كيخدم واحد الصالير ناقص بزاف كيضرب تماره راه سيرمو اني با موتيفي. ولا واحد النهار وهذه تجربة درناها مرارا الى مثلا جلستي وحليتي القلب ديالك الخدامة هذاك اللي غتسمعو غادي يألمك لا من ناحية ديال الصالير دقدق الموايان دو طخافاي عيانين كونديسيون دو طخافاي عيانين موتيفاسيون انويال عيانة اكسيون سوسيال عيانة فورماسيون ما كايناش باش غيكون موتيفي هذا. وسي نورمال ان في الفيديو اللي هضرت عليه قبل كيتسنى غير تجي الوقت ديالو ويمشي في حاله هادشي اللي كاين. المهم حنا جايين الموضوع هذا
Et le salaire, c'est un élément moteur. Le premier élément stimulant, motivant, qui fait le personnel bien. Bien sûr, il a gêné les moyens de la motivation. Au fur et à mesure. Le salaire, généralement, fait le salaire les voies monétaire, pécuniaire, au salaire en nature, des avantages. Maintenant, ça est plus vrai qu'on a un salaire brut, le prime d'ancienneté, d'autres primes cotisables et imposables. Aucune nature, maintenant, dotation téléphonique, l'auto, tu as une voiture service, téléphone, logement, tu vois, logement, participation au logement, le logement de fonction et l'arrière. C'est des éléments qui composent, parmi les éléments composants, le salaire brut. Il y a des indemnités qui sont en train de se faire. C'est comme ça. كنضر على المغرب لي زانديميتي اللي هما مثلا ما كتخلص الا احترمتي البلافون ديالهم ولي كونديسيون ديالهم ما كتخلصش عليهم سلاساس وما كتخلصش عليهم ليير الا ما تخلصش عليهم سلاساس كيتسموا نو كوتيزابل ولا ما تخلصش عليهم سميتها لامبو كيتسموا نو امبوزابل. نعطي مثال, كاين انديميتي دو ترونسبور كتعطى الخدامة إلا كانوا ساكنين أكثر من 2 كيلومتر السكن ديالهم المسافة ديالو 2 كيلومتر على الخدمة. إلا كانوا ساكنين في مدار حضاري في مدينة كياخذوا 500 درهم, وإلا كانوا ساكنين في مدار قروي خارج المدينة كتكون عندهم 700 درهم. كاينه مثلا واحد عندي ميتي دو تورني ولا بريم دو تورني, الناس اللي كيديروا بروسبكسيون كيديروا عند لي كليون كيديروا السواق كيديروا في لي مارشي لي فوار الى اخره, عندهم واحد 1500 درهم في الشهر, وترونسبور راه في الشهر يعني 500 درهم في الشهر بالنسبه الا كان ساكن في المدينه, و 700 درهم في الشهر الا كان خارج المدينه. كاينه مثلا لانديميتي ديال الدخول المدرسي كيسمى الوكاسيون داد à la rentrée scolaire. فيها 400 درهم للولد وبلافوني في 4 ديال الوليدات, يعني 1400 درهم في العام كتعطيها باش كيعاون يشريك ادوات مدرسيه طابليه, مهم فورنيتور سكولير. هذه مزيانه. كاين عاوتاني واحد لانديميتي اخرى سميتها انديميتي ديال العاشوره العواشر, هذه فيها 150 درهم 150 درهم كتعطى مره واحده في العام, حتى هي بلافوني الماكسيموم ديالها 5 ديال الوليدات, يعني 5 في 150 750 درهم. كاينه واحد انديميتي اخرى ديال العيد الحولي او عيد الكبير او عيد الاضحى, اشا موطو بريم بور اشا دو موطو فيها 2000 درهم, تقدر تعطي اقل. المهم باش ما تكونش هذه غير بين قوسين باش ما تكونش كوتيزابل وامبوزابل, تقدر تعطي جميع نفس المونطو, ماشي واحد طي 2000 واحد طي 100 واحد 300 واحد 400 نو. كاين شركات كاع مشاو بعيد وكيسلفوا با كومون تي فا موتيفي ان بيرسون, كتقول لي هاك ها واحد 2000 درهم ولكن غادي نقسمها لك على 10 شهور ولا على عام, كل شهر نقطع لك. يا غادي يقول لك ايه ما يقول والو, ولكن الا عطيتيها ليه قلت لي شوف هاك بسم الله هاك باش غدوز انت وليداتك العيد, واسمح لي انا ما غيحسبها غير اللي كيقولها اللي كيكون عنده خدامه وكيشوف في عينيهم واحد الشكر واحد الامتنان واحد انك فكرتي فيهم وفكرتي في الحاله الماديه ديالهم في العائله ديالهم. نعاود نركز, راه كنهضر على المغرب, انا كنهضر دابا كوموتيفي البيرسونيل او ماروك. كاينه انديميتي اخرى مثلا الناس اللي كيخدموا كي مانيبيول لارجون, كاين واحد الانديميتي نو امبوزابل حتى هي نو كوتيزابل, ماكسيموم ديالها 150 درهم في الشهر كتعطى الناس اللي عندهم اللي كاين في لاكياس ولا كيبيع ويشري, المهم كي مانيبيول لارجون. كاينه واحد لانيميتي اخرى عاوتاني سميتها فيها 200 درهم كتسمى انديميتي دو ساليسيو, يعني كتعطى لشي واحد اللي الحوايج ديالو لا كيخدم حاجاكم في الوساخ وفي الزبال, المهم الحوايج ديالو كيتوسخوا خاصهم دي فري دو نيتواياج, هادو كتعطاه 200 درهم في الشهر.
كاين واحد لانيتي اخرى قريبه لها شويه كتسمى انديمنيتي دولي على ما اظن دولي ولا بريم دولي، هذه كتعطى فيها 150 درهم على ما اظن 150 درهم كتعطى لو بيرسونيل كي مانيبول دي برودوي توكسيك، خدام السباغه ولا حاشاكم في الزبال ولا كي يخدم بالغاز ولا بالبوطه، المهم شي حاجه اللي هي توكسيك خدام فواحد لونفيرونمون ان تي بو توكسيك كياخذ 150 درهم كتسمى بريم دولي ولا عندي ميتي دولي ما عرفتش علاش سموها دولي مي سي لونسيان ابيلاسيون دوبوي لا كولونيزاسيون لا فرانس. كاينه واحد انيتي اخرى هو الانسان اللي كان كيجيب الدوزان ديالو هو كيخدم به كتسمى بريم دوتياج ولا دوتي فيها 100 درهم في الشهر، والله جعل شي بركه تبارك الله هادو غير هادو تبارك الله راه انا قلت لكم لو سالير فلوس فلوس كيقول لك تحميس العمال، انا كنقول لهم تحميس العمال بتحميص العمال، تحميص هو جاي كيقولها في المغرب واحد الدارجه كيقول لك حمص حمص يعني يعطي الفلوس، فبغيتي تحمس العمال وحمص العمال حمصهم يعني عطيهم فلوس، هذه راه تجربه ما تتفقوا معايا ولا ما تتفقوش معايا، انا كنقول لكم صراحه اشنو كاين ومازال ما جبتش لكم دوطخ اليمونت هما اللي مهمين بوغ كومبليتي لو لو لا موتيفاسيون ماتيريال اي بيكونيير. كاينين هادو دي زانديميتي ولا لي بريم اللي ما كتخلصش عليهم ما كتخلصش عليهم ني سانساس ني ليير، كاينين وحدين اخرين كتخلص عليهم حتى هما مهمين حتى هما مهمين بزاف. نعطيكم مثال بريم دافونتير، قلال الشركات اللي كيديروا الناس اللي كيخدموا في لافونتير كيعطيهم كيدوروا معاهم كيعطيهم ان بريم لانهم 3 ايام ولا يومين ولا 4 ايام ساهموا في لافونتير، داروا خداو الفي دو دافونتير مشاو داروا لافونتير ديال المغازا الستوك لا كاس لي زيفي اللي كاين في الشركات الى اخره، تسمى بريم دافونتير. كاينه بريم دو بيلون من جانفي فيفري في المغرب كيوجدوا كيبريباريو مثلا دابا حنا في 2018 البيرون ديال 2017 عندنا من جانفي فيفري مارس 2018 خصنا نكونوا يكون واجد، اذا الناس اللي كيخدموا لي كونطابل لي تريزوري لي فينانسي لي كوميرسيو لي ماغازيني صحاب الجيراج الى اخره، اي واحد كي كونتريبيي l'établissement ديال بيلون بون لي زيتا دو سينتيز ولا لي زيتا فينانسي كاين واحد بريم في مارس من بعد ما كتحط بيلون كتعطى كتسمى بريم دو بيلون. كاين البريم دو غراتيفيكاسيون دو فان داني كاين اللي كيسمى 13 موا، هادو حتى هما سي دي مويان بور موتيفي لو بيرسونيل. دابا انا هضرت دابا على السالير، قلنا السالير اللي هو فلوس مونيتير واللي هو اون ناتور ولا دافونتاج لي زافونتاج بحال الكرا بحال الطوموبيل بحال سميتها التليفون الى اخره، وكاين حتى لا دوتاسيون سميتها لانيتي كيلومتري شي واحد يستعمل الطوموبيله ديالو دون لو كاد دو طرافاي، كاين واحد لانيتي كيلومتري كنحسبهم على حسب كيلومتراج ولا حسب الطوموبيله واش ديزير ولا اسونس ولا حتى بويسونس فيسكال ديالها الى اخره، هادشي تي راه صحاب جيراش كيعرفوا. سالير سالينا دابا غادي ندوزو واحد موتيفاسيون ا كاركتير ماشي ماتيريال ماشي فلوس، لي كونديسيون دو طرافاي كونديسيون دو طرافاي فيهم مثلا لو كادر دو طرافاي، يعني ما يمكنش بحال مثلا دابا عندك واحد ربعة الناس خدامين وغتجمعهم زي في صندوق او كيتناوبوا على البيروات شي جالس من هنا شي جالس من هنا، او لي زورديناتور ما كاينش بزاف شي كيخدم هنا شي كيخدم هنا هذا كيتسنى تيسالي هذا، او ما عندهمش كليماتيزور خدامين بحال راهم في ملاعقوب كلهم هرقانين خصهم الكليم، او ملي كيكون البرد راه ما كاينش شوفاج مساكن دارهم برد بحال راه خدامين في بونور ولا في لالاسكا داكو، هادو سي دي كونديسيون دو طرافاي. كاينين عاوتاني واحد القضيه مهمه في كونديسيون دو طرافاي، كتلقى الخدام غارق في بابراس غارق في الوراق، يعني هنا كيجي لو رول ديال لي لوجيسيال ولا لي زو ار بي يعني لي بروجيسيال او لي لوجيسيال دو جيستيون انتغري. نعطيها امثله مثلا كتلقى مسكين لو كونطابل خدام
خدام الكونطاب مسكين غير كي خدامين يعني باكسل وداك الشيء كيمرضوا بزاف كياخذ الوقت بزاف كثير وكاين الاغلاط كاين لي زيغور كاين بزاف ديال لي زانوما اللي كيقعوا و بور لي ريكتيفي سا دوموند انورمو دو طون ديفور دينيرجي دي جور دي نوي بارفوا دونك هنا ملي كدير البيرسونيل ديال لوجيسيال فلا كونطابيتي مثلا كتولي لا سيزي ديالها اوتوماتيزي لي دوكيمو كاملين يسون عندهم لي مويان بور لي بيان كلاسي اي لي زارشيفي اي لي سكاني باش يدير سكان نيميريزي عنده باش كيدير البيلون كيديرو دو مانيير اوتوماتيك افيك ان لوجيسيال لالياس فيسكال فيسكال ولا الكونطابل اللي كتحط في المحكمه او الفيسكال اللي كدير في تيلي ديكلاراسيون كتخرج اوتوماتيك يبقى لي غير يفيريفي كلكو زانومالي كلكو زيغيلاريتي اللي كاينين بور لي رودريسي كيخرج ليه سميتها طابلو ديال ديديكسيون ديال تي في ا اوتوماتيك ممكن كيخرجوا ليه ديال لي زاشا لي ريغلومون ديالهم selon les normes de la DG, direction générale des impôts. Moul GRH Htawa, عنده un kiné pointeuse. Au lieu باش بنادم كيبقى يكتب لي فليكس ياخذ ورق ديال بوينتاج مانيوال ولا لي ريجستر ولا اكسل كيمشي للبوينتوز خدامه بوينتوز بار امبرنت ديجيتال ولا فاسيال من البوينتوز داكشي سي اوتوماتيك ياخذ لي ستاتستيك ديال لاسيدويتي ديال لي بريزونس لي زابسونس الى اخره وكيدو فيريهم اوتوماتيكمون لوجيسيال ديال لابي وكيدير لابي ديالو بواحد السرعه كبيره بواحد زانفورماسيون كيكونوا كومبليت بيرتينونت فيابل وتا الا كان شي ايغور راه تقدر توقع دونك كتكون فاسيل ا ديتيكتي ا كوريجي غاتاخذ شي الوقت بزاف من عاوتاني كيخرج لي بيتان دو بي كياخذ ان شونتيون كيفيريفي توتي اوكي كيدير الفيرمون دو ماس فير لا بونك باللوجيسيال كيطلع سميتها لي بوردورو ديال ديكلاراسيون ديال السي ان اس اس باش يدخل ضمانكم يدير ليهم ديريكتومون لو لا تيلي ديكلاراسيون تيلي بيمون حتى هو لا بونك حتى هي كيدخل لها نيشان افيك لو ان مودام بحال تيل باك اللي كيديروا في سيغتان لوجيسيال tu télécharges directement le relevé بلا ما تدخل السيت ديال لا بانك وتدخل اليوزر ديالك والمود باس تيليشارج ديريكتومون لو relevé ديالك ا جور شاك جور تريزور اذا كتكون وجور ني دو بري وجور جي ا جور tu ا جور وجور جي اي انفورماسيون بغيتيها ا لانستانت تي كتعرف السيتياسيون ديالك ديال التريزوري بارابور البيدجي بارابور لي بيزوان لي ديبونس بريفيزيبل الى اخره الناس في زاشا كذلك كيديروا لي لي دوفي لي دوموند دو دوفي لي بون دو كوموند لي بون دو ليفريزون لي فاكتور لي فاكت لي زافوار لي فاكتور افوار لي بون دو روتور لي بون سورتي ترانسفير هادو كاملين كيدار اوتوماتيكمون افيك ان لوجيسيال ولي واعره بزاف ولا ان بيزيت سي لونتربريز pourrait investir là-dessus. Il y a l'ERP, yani le commercial qui gère une facture. Alors, c'est comme quand tu fais les vidéos de logiciel, de siège commercial ou siège comptabilité, comment tu pratiques la liaison pour provoquer l'intégration et le transfert direct des informations et des données commerciales vers la comptabilité sous forme des écritures automatiques. Comptable marié de ces écritures, il va juste vérifier, valider, c'est tout. دونك بالنسبه مثلا في المغازه كذلك دونك السيد شرا لاشتور داكشي كيولي عنده ديريكتومون كيدخل الباز دوني كومون وحده يونيك كيخدموا فيها ما كاينش هذا يكتب سيزي هنايا ويعاود يعطي الكوبي لهذا ويعاود يسيزيها ولا ميم كوبي تعاود سيزيها التريزوري سي لا ريدوندونس لافورماسيون ولا فما غنطيحوش ميم ريزولتا دونك parmi les moyens pour motiver le personnel وانه يحس براسو كيخدم اليز لو سيستيم معاونو سيبور دانفورماسيون سيستيم دانفورماسيون لي زوتي تخاف باش خدام اورديناتور مزيان امبريموت مزيانه خدام بلوجيسيال مزيانين لي سيتوياسيون ديالو مزيانه دونك الخدمه كتكون غادم كيولي كيبغي الخدمه ما كيكرهاش انا بقوت بنادم كيغلط في الخدمه ما عرفش تري مون لوجيسيال الباترون شرا لوجيسيال ارخص واحد كيقول لي شري ارخص واحد في المارشي
كيتمحل كي سميتها ديما كاين زيغور خصك تعيط على المول لوجيسيال واش كاين ولا ما كاينش وهذاك اللي انصطالاه لك واش مازال خدام معاهم ولا مشى فحالو واش هذاك نيت الباك لوجيسيال واش مازال حال ولا بدل الحرفه ما تمشاتش ليه دونك il faut acheter un bon logiciel من grande société de renommée معروفه bien structurée عندها لي بارتنير ديالها partout au Maroc ما عجبكش هاد البارتنير كتبريزي ليه معاك كتجيب ان اوتر بارتنير دونك هادشي بين قوسين نرجع قلت لي لوجيسيال مهم بزاف كاين اللي كيسميها لي لوجيسيال هما اللي غادي يحاربوا لا بيروقراسي داخل الخدمه ديالك قوه الوراق والباباراس الى اخره حاجه اخرى عاوتاني كندوي على شكيت ولا لا ريكونيسونس فوالا لا ريكونيسونس ديال لابور اي لا كونتريبيسيون ديال الخدامه ملي كتجمع الخدامه وكتقول لهم بان الشركه ها هما الزوبجيكتيف ديالها وانتوما راهم الوسيله ان شاء الله والبون والجسر ولا القنطره باش غادي ندوزوا لهذوك لي زوبجيكتيف اللي هما لا كرواسونس لا بيرفورمانس لا اميليوراسيون بون ريزولتا بون بلاص بون بار بون بار دو مارشي الى اخره دوك كاملين راه نتوما الخدامه هما اللي غتسخنوا لنا كتافنا نتوما هما اللي غنعولوا عليكم باش نوصلوا هذوك الزوبجيكتيف راه الا ما خدمتوش مزيان ولا ما تقاتلتوش معنا راه ما غنوصلوش ليهم بطبيعه الحال ملي كتقول ما تهضر هذه راه خصك دير ليهم كاع لي موين اللي غنذكرهم من بعد ماشي انت قاتلهم ما عاطيهم صادره مزيان مكرفس عليهم وتقول لهم راه باغي نوصل لي زوبجيكتيف امبوسيبل ما يمكنش يعني الا باغي توصل لي زوبجيكتيف خصك لي مويان يكونوا اديكوا مع زوبجيكتيف ديالك انا باغي نوصل واحد البلاصه بعيده ساعتين حتى سوا خصني ناخد ان موين ترونسبور اللي هو كويرون اديكوا مزيان ما غنمشيش بشكليطه ها ولا غنجي نقول لك شوف انت غادي تمشي مثلا غتمشي الله يرضي عليك تمشي عندك واحد 50 كليان ها هما لادريس ديالهم شي في كازا شي في مراكش شي في اكادير شي في طنجه دي بغويتوا ما يمكنش هاك سيدي خذ واحد 2000 درهم وسير المركو ما يمكنش واحد يمشي في التران هبط التران شي طاكسي طاكسي شد كار شي طوبيس راه يوصل هذا الكليان كله عرقان ودايخ نو ولكن ما تقول لي هاك وليدي ها السياره ديال الخدمه ابغاك تدوز سيرفيس ها البلون ترافاي خدم هنا ما قدكش الوقت بات هنا الصباح كون عند هذا المهم جيب لي الكارني دو كوموند ساتيسفيزون لا وي متفق معاه لا عطيتي لي مويان قلتي لي حنا باغي نوصلوا يكون عندنا 100 كليان في هذه المدينه 1000 هنايا 500 هنا الى اخره الله يخلي لي ان تورني دو بروسبكسيون اي فوزالي دينيشي لي كليون بوتونسييل ودرنا لي كارني دو كوموند الى كاين وكنعطيك لي مويان عطيك السياره عطيك كارت المازوت كارت بيال ديال لوطور ما تخلصش من جيبك كار ديال سميتها نعطيك فلوس ديال النوغيتور ديبلاسمون الى اخره ولا شدك لي دونك تي فا تي بي ار جي في شي اوتيل الى اخره هادو سي دي موان بور موتيفي لو بيرسونيل ملي كنقول البيرسونيل كنقول لي بانكم نتوما راه هما لي بيلي نتوما راه هما الباتري ديالنا نتوما هما الحجر ديالنا نتوما هما الرويد ديالنا نتوما هما المازوت ديالنا باش غنتحركوا نتوما هما ليسونس نتوما هما لينيرجي نتوما هما كلشي حنا راه بحال واحد الطوموبيل ما درناش فيها المازوت ولا ليسونس راه والله لا تحركت ولا لا وصلت راه هما نتوما الخدامه نتوما هما اللي غادي تزيدونا قدام وتقدروا تخليونا بلاصتنا ولا رجعوا للور ولكن باش خدامه يصادر هاد لا فيلوزوفي وهاد لا فيزيون ديال الشركه راه خصك تكون ديجا تو زا موتيفي افيك لي موين لي قلت ولي غنذكر لي جايين من بين عاوتاني لي موين بور موتيفي لو بيرسونيل هما لي رينيون بيريوديك هادو قليل الشركات اللي كيديرهم الا ما رحم الله كيديروا الشركه كاين شركات كبار كيديرهم كاين شركات كبار ما كيديرهمش لي رينيون بيريوديك ما معناها كنجيو نهار الاثنين عندنا واحد الساعه من 8 ل 9 كل شاف سيرفيس كل شاف دو ديريكسيون كل شاف دو ديفيزيون كل ديريكتور جينيرال كل بي دي جي عندو ليكيب ديالو كيجمع بها صباح الخير كيف صبحتو لاباس عليكم كيدوز النهار كيدوز باردون كيدوز الويكاند سافا لي زونفون تو فا بيان كلشي بخير ايوا نتمنى ان شاء الله السيمانه هادي عاوتاني نخدمو بحماس وبجديه الى اخره اشنو عندنا كنشوف شنو هو اللي درنا في السيمانه اللي فاتت واشنو اللي بقى لنا ما درناهش واشنو خصنا نديرو هاد السيمانه هادي
شنو هما المشاكل، شنو اللي حققنا، شنو هادي. المهم لي كوميرسيون راه كيهضروا المسائل اللي عندهم علاقه بالكوميرسيال، لي فونت اللي درنا، لي غوتور اللي درنا، لي كوموند اللي درنا، المشاكل اللي وقعت لينا، اللي ما وقعش لينا، شنو هما لوبجيكتيف ديالنا السيمانه هذه، شنو الكليان درنا، شحال درنا، كنا دايرين غنديروا السيمانه اللي فاتت او الشهر اللي فات، شحال وصلنا، شنو خصنا نديروا، لي زاكسيون، شكون غيخرج، شكون هادي، ريباريسيون دو طرافاي الى اخره. كونطابل حتى هو كيجامع، دونك شنو درنا، فين وصلنا في لي زيكريتور، فين وصلنا في فلاسيزي، واش عندنا شي مشكل، واش غادي مزيان، شنو هما السيتياسيون اللي درنا، شنو هما يتكلاصا، وشنو هما يتارشيفا، وشنو هما ديكلاراسيون اللي داروا، شنو هما اللي جايينا، شنو وجدوا اليوم ريسورس هيومان حتى هو، شنو هما لي بروبليم اللي كاينين، شحال دخلنا، شحال خرجنا، شنو هما الخدامه الجداد، شنو هما الخدامه اللي غادي قرابين يخرجوا، الخلاص كيدير، شكون مازال ما تخلصش، شنو المشكل، لي زامبو واش تخلصوا ما تخلصوش، شي سيتياسيون اللي كاينه، البوانتاج شنو كاين، يعني تو سكي كونسيرن لو بيرسونيل لا جيستيون ريسورس هيومان. تريزوري حتى ما، شنو لي ريفي بانكير مزيانين، شنو لي زيرو لي وقعوا، شنو لي كوريسبوندونس اللي درنا مع لا بانك، واش غلطوا في هادي، شنو في داك الغلط اللي داروا ديال اللي بحال بريليفمون اطور، ولا شي مشكل وقع لنا مع 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 لا بانك، ولا شنو المشكل اللي وقع في الفيل دو شون، شنو المشكل وقع مع لي فورنيسور ديالنا لوكو ولا على الخارجي الى اخره، شنو السيتياسيون. المهم واحد كيجمع ليكيب ديالو، دونك لي دايرتور كيجمع المدير العام كيهضر شنو كاين، دونك دي بلان استراتيجي اكسيون فيزيون الى اخره، دونك اوبجيكتيف، دونك هذاك الهضره ديال المهم، دونك هذاك الهيد كوارتر ديال الشركه. المهم كاينه دي ريونيون بيريوديك، هادو كيسمو لي ريونيون بيريوديك، وكاين واحد دي ريونيون اخرين من بين الاشياء اللي كي حتى هما كيشجعوا كيحمسوا يحمسوا لي زومبوي، هما دوك لي رينيون ديال الافكار، كتجمع مثلا واحد مره في الشهر مثلا، كل واحد كيجمعوا ليكيب ديالو وكيبداو يقترحوا اقتراحات ملاحظات، سكون ابل لو برين ستورمين هو المخ، دونك افكار برين ستورمين، كيروحوا لي زيدي ديالهم، لي سجيستيون ديالهم، لي رمارك ديالهم، لي كومونتير ديالهم. وانا نمشي بعيد كاع، شتي لا الشركه شافت بانه واحد العامل، واحد العامله عطا شي افكار اللي حنا غنصور منها فلوس، راه الفو لو ريكومبونسي مونيتيرمون، داكور، الفو لو ريكومبونسي مونيتيرمون باش تحمس الناس اخرين، وقع واحد كومبيتيسيون، وقع واحد تنافس، واحد تدافع، واحد ريفاليتي، واحد كونكيرونس بيناتهم، باش كل واحد يعطي احسن ما عنده من الافكار واقتراحات والحلول باش الشركه تزيد لقدام، لان كيف قلنا كنقلبوا على لا ساتيسفاكسيون دو بيرسونيل اي لا بيرفورمانس دو لونتربريز، هادو هما جوج اهداف اللي كنقلبوا عليها من خلال لا موتيفاسيون دو بيرسونيل. دونك هادي مهمه بزاف، هاد القضيه البرين ستورمين اجتمعوا مثلا صحاب الكونطابيليتي، الشيف دو سيرفيس كونطابل غادي يجتمع يهضر على افكار اللي غتقترح، شنو هما المشاكل، كيفاش نزيدو قدام، كيفاش نحسنوا هاد الخدمه، كيفاش نحسنوا هاد البروسيدور، هذا الى اخره الى اخره. كاين عاوتاني لي كومونيكاسيون ديال لي بيرفورمانس، بحال نعطيك واحد المثال بسيط، كديروا ماكدونالد، انا عمري ما انتبهش لها في المغرب واش كيديروها في ماكدونالد مثلا في كندا، كتدخل مع الدخله كتلقى دايرين واحد التصويره كيقول لك امبلوي دي موا، هذا هو العامل ديال الشهر ديالو ديال السيمانه او غالبا ديال الشهر، كيقول لك بان هذا هو اللي عنده البيرفورمانس مخيره، هو اللي دار لا ميور بيرفورمانس هنايا في ماكدونالد. هاد القضيه دي مهمه بزاف، مثلا شركه غتجي غادي دير دي زيميل وتصيفطهم اللي في الخدمه، قولوا بان فلان وفلان راه داروا بيرفورمانس مزيانين، و سي تان اليمون انكوراجون، و اون ريكوني هاد لي فور هذا، و تي كلشي في صالح الخدام وصالح الشركه، حتى الاخرين كيجيو يتحمسوا حتى هما يحاولوا يديروا شي حاجه باش حتى هما يكونوا ريكوني اي فالوريزي بوبليكمون وسط الشركه. دونك وهذا كيجرني نهضر على لا كومونيكاسيون، حتى هي مهمه بزاف، يعني داروا دي بانو دو كومونيكاسيون ودي بانو ديال لي زافيشاج ديال داكشي خواطر اللي غادي يكتبوا الخدامه مثلا، ها
كاين مثلا اللي كيجي يكتب شي قصيده شعريه ولا حاجه ويلصقها تما، يا او غادي يجيب شي ارتيكل عجبو ولا شي حاجه غادي يلصقو تما بحال سورت دو بانو دو بيل بيل. دونك اي واحد عجبو شي حاجه كيجي يلصقها تمايا، بيان سور غادي يكون ريسبونسابل على السيرو ديالها، ماشي واحد غادي يفيق الصباح ويجي يلصق شي حاجه تما نو. وكاين لي بات دو سوجيستيون وحدها حتى هي، بزاف خدامه كيبغيو شي لوحه سيتو الا كانت كاميرا الفوق. دونك حاول البواط دو سوجيستيون دير فواحد البلاصه اللي ما فيهاش كاميرا باش بنادم يقدر اي خواطر او اي ملاحظات او اقتراحات جاتو في الدماغ ديالو كي لوحه تما. كاينه مساله اخرى حتى هي مهمه بوغ موتيفي لو بيرسونيل، وهي سميتها لو ماناجمنت دو بروكسيميتي، كيتسمى لو ماناجمنت دو بروكسيميتي. ما معناه لو ماناجمنت دو بروكسيميتي؟ معناه انا مثلا لاحظتوا في واحد القضيه في الادارات، بداو دابا الادارات كيبقاوش دوك البيروات اللي مسدودين، ولاو كيديروا لي اسباس اوفير، لي بيرو اوفير. انا مثلا عندي مثلا انا يا شاف كونطاب ضروري خصني نكون قريب من الناس المعاونين ديالي كولابوراتور ديالي قريب ليهم، احتاجوني بشي بحال احتاجوني شي حاجه كيلقاوني حداهم نشرح ليهم نعاونهم شنو خاصهم يديروا. دونك جو لي زون كادر جو لي زوريون جو لي كادر دون مانيير تري ابروشي معاهم هما، يعني قريب منهم بحال الاداره. دابا عواد انا ساكن في العيون غادي يقولوا لي بغيتي ورقه العسكر وسير طلع عليها الرباط جيت حي العلوم مثلا وسير جيبها، ولكن لا داروا واحد اداره حدا العيون الله نكون مرتاح فيق على خاطري نمشي عندهم وانا مرتاح. قالوا لي رجع غنجي نمشي غدا غادي نرجع قريب ليا. دونك سي لا بروكسيميتي تقريب الاداره من المواطن، فكذلك لا جيستيون ديال بيرسون سي تكون فيه هذه القضيه ديال التقريب، ماشي انا ريسبونسابل ومنزد عليا البيرو كارز البيرو ما حتى الخدام ما كيعرفون كاع شنو كندير وانا ما كنعرفهم كاع شنو كيديروا، ولكن ملي كيشوفوا الخدامه مجموعين حداك وانت كتراقب كتلاحظ كتعاون، ماشي مقدم ولا بوليسي ولا جوندار نو غير اون كا دو بوزوان، ولكن كتخدم وكيشوفوك. راه واحد القضيه مهمه بزاف، راه لي زومبوي الا شافوا الشاف ديالهم سليتي كيسلت راه حتى هما غادي فون سو ديزانتيريس حتى هما يكونوا ديموتيفي ديس ما يخدموش. الا شافوك حار في الخدمه كتجي بكري في كاس بيروك خدام راه ما عرفت هما يحاولوا يديروا بحالك، فهمتي حتى هما غيديروا بحالك بحال في الدار الا كان لي الاب او الام كيقراو راه الدري تما يحاولوا يطلعوا يقراو، لا شوفوك انت عاطي غير التلفازه ولا الانترنت والواتساب والفيسبوك تما راه يديروا لا ميم شوز ها سي لا ميم شوز. دونك هذا كيتسمى لو جيستيون ماناجمنت دو ليكيب دو بروكسيميتي، تكون حداهم حيت كل ما شافك حدا وكتشرح ليه وتعاونو الا كيرتاح. حاجه اخرى حتى هي من بين لي مويان بوغ موتيفي البيرسونيل عندها علاقه بالليكيب، وهي لا ريسبونسابيليزاسيون اي لوتونومي. انا كنجي مثلا كنجي عند البنت اللي في بيرو دوغت اللي كيجير لي كوريي اريفي ديبا ولا ريسبسيون دي زابيل تيليفونيك ولي ميسيون دي زابيل تيليفونيك الى اخره. شوفي بنتي انتي راكي مديره ديال هاد لسباس ديالك، نتي الشافه ديال نتي الشافه ديال راسك، هي الخدمه ديالك خصك تكوني ناضيه في الخدمه ديالك، الخدمه ديالك مزيانه خدمي باي طريقه. حنا عطيناك لي مويان، عطيك اورديناتور عطيك امبريمونت لوجيسيال الى اخره، حنا بغينا لي ريزولطا. دونك كوني اوتونوم في الخدمه ديالك، اوتونوم هالخدمه ديالك، ما تحتاجيني شي حاجه اجي، ولكن بغيك نحس براسك معول على راسك. هادي سي اون ابروش كي تري ديفلوبي على لترونجي، و الانسان ملي كي الانسان دائما في ديك القضيه بان شي حاجه راه ديالو، ملي كتقولي راه ديالو راه كيحافظ عليها كي فهمتيني كيحافظ عليها وكيدير المجهود ديالو انه يتقنها وما تضيعش وتعطي نتائج مزيانه. دونك هادو كيتسماو لو ماناجمنت باردون كيتسمى لو لا ريسبونسابيليزاسيون اي لوتونومي.
حاجه اخرى عاوتاني هي لا ليكيليبر ولا لا كونسيلياسيون في بريفي اي في بروفيسيونيل. معناها انا عندي واحد السيد مثلا عنده شي ولادو مرض كيبغي شويه ديال العنايه، نحاول ندير لو زوغير ديال الخدمه ديالو كنا ام تي بو فليكسيبل. واحد مثلا ساكن بعيد، حنا كنخرجوا مع الخمسه كيقدر يطيح الظلام، ما يمكنش يبقى حتى الخمسه سيت ولا كانت ينفع. دونك نحاولوا ندير واحد ان طون اميناجيو على حسب انها تمشي وهي مرتاحه، ما تمشي في الظلام الى اخره. داكور، واحد السيد مثلا عنده مو مريضه او با مريض او غيدير شي عمليه، دونك كنحاولوا نعطيوه سفري. راه عنده كونجي ديفيلمون فاميليال ديال لوبيراسيون الى اخره، ولكن نحاول مره نعطيوه فين يمشي ويجلس او يعتني بشي واحد مريض او وقف معاه، حيت عنده شي وراق خصو يجري عليهم. دونك هادو سيدي شي دي شوز اللي كيفرح لهم بزاف الخدام. والله الا تيقوا بيا، يعني ملي كيف هضرت قبيله على اللي ساندي ديال عاشوراء ودخول مدرسي والعيد، حتى هاد المسائل هاد ما كتوشي في لافي بيرسونيل وكتبين لنا الشركه راه حتى هي عايشه معاه. اللي كيضروك كيضر الشركه، اللي كيفرحها كيفرح الشركه. فتاكدوا على ان السيد هذا ماشي غادي يولي فيدال، راه روياليست فيدال، يعني يتقاتل مع الشركه هذه. ما شي واخا انا بتجربه واخا يقاد دوبل الصالير ما غاديش يمشي ليه. شي تولى عاش لي لي موي اللي كنقول انايا ديال الموتيفاسيون. كاين عاوتاني لوتر مويا بور موتيفاسيون اللي كيدخل في اطار لي زاكسيون سوسيال، وهما لي زيكسكورسيون الرحلات. كاين دابا بعض الشركات في اطار انهم يخلقوا واحد اجواء فراترنيل اخويه ما بين الخدامه، ويحاولوا يحاربوا لي كونفلي ولي طونسيون ما بين الخدامه، لان ملي كيكون لي كونفلي ولي طونسيون الخدامه الشركه مسكينه هي الضحيه. واحد خاص مع واحد كيقول لك انا ما عيطش ليه، ما نعطيش هو يعيطني هي ياخذ الدوكيمون ديالو، انا والله لا عطيته ليه بالله، اش عنده الاغلاط نمشي نكويه، درش خدمته نمشي نطحنو عند المعلم، كيولي شي حفر شي شي حادي شي، والشركه مسكينه راه هي الضحيه. دونك خاصنا واحد العمليه استباقيه، يفو اونتيسيبي هاد لي كونفلي. هذا حتى واحد الموضوع غادي نهضروا من بعد، لا جيستيون دي كونفلي او سان دونتربريز. الانسان يسبقها ويدير الحوايج اللي كتخلق واحد العلاقه وطيده اخويه، واحد المحبه ما بين الخدامه، ويوليو يتعاونوا ويتحابوا. مثلا كاينين رحلات كتقول لهم ودي تقدر دير اسباسي رحلات كل شهر، كتقول لهم دابا واحد الشهرين غنمشيو لهاد البلاصه هادي، من دابا واحد الشهر غنمشيو لهاد البلاصه هادي، باش مادام كيعرف بان راه كاينه واحد جاي واحد الرحله، يعني كاين شوز كي فالو ستيمولي. كاينين عاوتاني دوطخ مويان، ولكن غادي نختم بواحد مويان دو موتيفاسيون اللي هو لو دوزيام فاكتور بور بيان موتيفي لو بيرسونيل. الا عقلتوا في اول فيديو قلت لكم كاينين جوج، كاين لي سالير ولا فورماسيون. دابا انا جيت لا فورماسيون. لا فورماسيون كتدخل في اطار لاميليوراسيون اي لو ديفلوبمون دي كومبيتونس بروفيسيونيل دي زومبلوي. ما يمكنش حنا هادشي ديال الموتيفاسيون اللي دوينا عليه، نورمالمون عندك واحد الخدام دخلتيه راه يفو لو كونسيرفي، ماشي غتدخلو وما ديرش هاد لي مويو ويمشي عاوتاني تدخل، نو يفو لو ريكروتي اي لو كونسيرفي بور لونتون. داكور، بور ان تيرم ا لون تيرم. دونك لا فورماسيون بروفيسيونيل، لا فورماسيون كونتيني مهمه بزاف. سواء لا فورماسيون كونتيني فيها بزاف ديال الاوجه، يا اما فورماسيون ا لانتيرن، يعني كتمشي كتجيب مثلا الناس اللي في سيرفيس اشا خاص دائما لي كونيسونس ديالهم خاصهم يدير لهم ميساجو تحيين. دونك انا غادي نمشي غادي نجيب واحد كونسلتون ولا انفورماتور في جيستيون ديال ستوك، كيجي عندي الشركه وكيدير فورماسيون واحد النهار لا يومين الخدامه. عندي واحد كونسلتون ولا انفورماتور في لي تكنيك دو فونت بروفيسيونيل، كيجي كيدير ليا فورماسيون الدراري ديال كوميرسيال.
غنمشي عند واحد بيرفورمون غيدير لك واحد فورماسيون ديال مثلا لي تكنيك دو نيغوسياسيون في البيرسونيل. غادي نجيب واحد السيد كيدير واحد في الميساجور ديال النوفوتي ديال لابي شنو جا الطران جديد في ليجيستاسيون دي ترافاي في داكشي ديال لي زامبو داكشي ديال لي ساركولار داكشي ديال سان اس سي روتريت كيدير لي واحد فورماسيون واحد ميساجور داكور بحال كيكون فينا الغبره وداكشي غملنا كيجيو يدير واحد الشطاوه وكينقينا الدماغ ديالنا وجبنا يدينا شويه الريحه وداكشي باش المعلومات تكون اجور. عندي شي واحد مثلا في الكونتابيليتي غادي نجيب ان فورماتور ولا ان بروفيسيونيل كيجي كيورينا كيفاش شنو هو الجديد في لاسيزي في اللوجيسيال الحوايج اللي غتسهل عليه الخدمه في لافيسكاليتي حتى هي الجديد فيها في زامبو قلنا لافيسكاليتي تو سكي كونسير مثلا لابي الى اخره حتى هي سوغ لو بلون كونتابيليتي لي بيلون شنو هو الجديد في لواد فينونس كتكون لواد فينونس هو يجي يدير لنا الجديد ديالها كما لي نوفوتي الى اخره. غادي نكون مثلا في السكريتاريا غنجيب شي فورماتور شي بروفيسيونيل في السكريتاريا باش يقري لي زومبوي اللي خدام في بيرو دورت ولا في السكريتاريا شنو هو الجديد في السكريتاريا داكشي ديال البيروتيك حتى هو يكون في اجور في الوورد في الاكسل في لي بريزونطاسيون داكشي لي نوسيون ابروفوندي ويا افونسي هادي الانتيرن. وكيمكن ليا ندير على الاكسترن يعني هادشي كامل اللي غنجيب واحد يديروا ليا عندي في الشركه كيمكن ليا البيرسونال ديالي هما نصيفطهم سميتها نصيفطهم لي كابيني ولا لي زيكول دو فورماسيون انهم يديروا هاد الفورماسيون هادي سواء بالنهار سواء بالليل. ثالث حاجه اللي كاينه في لا فورماسيون كونتي هو ان الشركه تشجع الناس باش تقرا. راه شي غادي تقول ليا وانا الخدامه غادي نخلص عليه القرايه غادي تاخذ الاكسبيريونس ديالي غياخذ واحد الدبلوم فرت هنا كان شاف حالو انت ما تحكمش عليه بلافونير بالغيب شو كتعلم الغيب موتيف لو دير لي موتيفاسيون دير لي لي مويان اللي هضرت عليهم وغيقرا ومستحيل يمشي في حالو. ما يمكنش هو مثلا كان اشتر قرا وصل واحد الكراد ديال الكادر وتخلي اشتر لا خصك تطلع هادي ليفولوسيون انترن لا بروموسيون انترن ما عرفتش هضرت عليها ولا لا دونك هادي حتى هي مهمه لا كونيسونس لا ريكونيسونس ديال لي كومبيتونس اون ايفولوسيون. عندي واحد البوست ديال الشيف دان سيرفيس ولا دبيرو ولا سيكسيون ولا اونتيتي عندي من واحد من تحت نطلع وانا غادي طلعته دونك جي ريكروت ان اوتر لا بروموسيون انترن هي تري لارج شويه ممكن انايا خدام بزاف كندير الخدمه بزاف وصلت واحد الدبلوم ديالي اللي كيمكن ليا نشد تريبل صادير ديالي ايير راه فو با لسي بارتي بحال دي زيليمون اللي ساكريفيتي. دونك هاد السيد اللي غادي تخليه انت يمشي بالنسبه لك راه خساره درتي لي فورماسيون على تيرم درتي لي فورماسيون على برا عاونتيه يقرا راه ميم طون راه فو كي ليفولي او سان لونتربريز راه الانسان ما يمكنش عاوتاني انا كنت خدام تكنيسيان دوز سنين وخديت ديبلوم ديال كادر وغادي نبقى خدام تكنيسيان ما يمكنش دونك هادشي اللي كاين دونك غروسو مودو هادشي اللي بغيت نسمح ليا طولت بزاف دونك واقيلا هادي اطول فيديو كاينه في هادشي ولكن انا كنهضر على المغرب انا كنعاود نقولها قلتها في الاول نقولها في الاخر هاد الفيديو كيهضر على كومو موتيفي البيرسونيل في المغرب هادو هما لي ميور مويان ماشي ديرهم كاملين وانما حاول دير على حسب الجهد ديال الشركه وعلى حسب الاستطاعه ديال الشركه. وحاجه اخرى نسيت ما قلتهاش في الاول هو ان هادشي كامل اول حاجه كيبدا بها الشركه هي انه ملي كيدخل الانسان الشركه حتى ما غير كيدخل الشركه وكيمشي وكيعطيو البيرو ويعطيو كل شيء ويجلس يخدم له هادي غلط كبير كيولي خارج معاهم ما عارفهمش فين خدامين شكون هما. النهار الاول اللي غيدخل الخدام او الخدامه سواء تكنيك ولا في الادمنستراتي اول حاجه خصنا ندورو على البيروات ندورو على البيروات بيرو هذا امبلوي معنا هذا صالي هذا اليمو جبناه فين غيخدم الى اخره يمشي لهاد البيرو الكوميرسيال لي زاشا الماكازا كونتابيليتي فينانس
جراش مشي للوزين اللي عندنا الوزين زاتوري عندنا زاتوري. ومن رجع البير داك النهار ما خصوش يخدم كاع اصلا، دونك خصو غير يتعرف على الشركه، نعطيو الفيش دو بوز ديالو تاي غنحاول نهضروا عليها من بعد. نسيت هذه تاي هذا الثاني اللي موت مهم بزاف، هو ان خص الخدام تعطيه واحد الفيش دو بوز، البوز ديالو ديسكريبسيون ديالو سومير، اشنو كيدير واشنو مطلوب منه الى اخره، وشنو اللي خصو يعطي. ونعطي واحد المانيوال بروسيدير، واحد ركي فيه ديتاي ديال شرح الخدمه ديالو، شنو الخدمه ديالو، وقتاش غادي يخدمها، لي دوكيمون اللي غايجي، وشنو كيفاش يطريهم، لي دوكيمون اللي غايخدمهم، شنو دوكيمون اللي يخرجهم، وقتاش غادي يخرجهم، شنو هما لي كونترول لي فيريفيكاسيون خصو يدير، شنو هما لي فاكتور دو كومبيتونس ديالو فيها الى اخره. دونك هادو كاملين خصهم تعطاو للخدام او الخدامه اللي كيدخل النهار الاول نضربهم الشركه ونديرو في البانو كي هضرت، نعلنو على انه جا معنا واحد الوافد جديد، واحد نوفيل اليمون في لا فامي ديالنا، هو فلان بفلان ها فين غيخدم الى اخره، وبالتصويره ديالو باش الناس يعرفوا. دونك نتمنى الفيديو يكون عجبكم. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir en temps, et aussi d'activer la cloche de notification pour recevoir en temps réel les vidéos que je poste sur YouTube. D'ici une nouvelle vidéo, mes amis, je vous dis passez très belle journée et à la prochaine.